فين؟ جوه في الاوضه، بس مش عايزه لبش. فين فين فين؟ ايه يا اختي؟ ده اللبش انت اللي اخترعتيه. المعلم شعبان لو عرف هيسود عيشتك يا مالي، خصوصا الشغلانه معموله محبه. ما تخافيش، هما كلمتين هحط عليها في راسي. اهدي بقى. طب يلا انجز. ازيك يا مزتي؟ يلا كل. مش عايزه. لا هزعل منك، لازم تخلص الاكل كله. كل. فين يا خينا؟ ايه في ايه؟ في ايه؟ اهو مين دول؟ دول ولادي ومراتي يا باشا. والله يا ابني ما عملنا حاجة وربنا ما عملنا حاجة يا ستي. ها نسمي ونذبح؟ استهدي بالله يا حسيبة، هي هتسمع الكلام وهتعرف. بس انت بقى سيبينا لوحدنا كده عشان اعدل لها دماغها. براحتها، انا قاعده بره والسفاريه سنها من امبارح. هيا يا فوفا هتسمعي الكلام وتعقلي ولا اندهلك حسيبه بالسافوريا؟ انت عايزه اشيل اللزق من على بقك؟ بس لما افتح اللزقه دي لو صوتتي ولا صرختي هتلاقي حسيبه داخله عليك بالسافوريا. انت عايزه مني ايه؟ هو انا مش سبتهولك؟ ومين قالك ان انا عايزاكي تسيبيه؟ امال عايزه ايه؟ عايزاكي ترجعي بيتك وتربي بنتك. لا انا مش عايش مع نص راجل. هتعيشي مع نص راجل عشان انت ست ناقصه. انت لو ست عالة كنت حافظتي على الراجل الطيب اللي ربنا اداهولك. انا مش عايزه اعيش معاه. ايه هي العيشه بالعافيه؟ ما انت طول عمرك عايشه بالعافيه. ولا لما كنت مستعفيه كانت حلوه؟ بقولك ايه، انا هخلي حسيبه تسيبك ومن هنا على بيت الجري وتنظفيه وتخليه زي الفل، واول ما تقعدي كده وتستريحي تكلمي اشرف في التليفون تقولي له تعالى. انا عملت فيكي ايه عشان تعملي فيا ده كله؟ انا عملك الراضي اللي هيفضل قاعد لك. انت اللي خطفت الولد؟ لا الرئيس هيثم هو اللي خطفه وجابه هنا. والله ده احنا غفر على باب ربنا، غالبا ما عملناش اي حاجه. الشقه دي بتاعتكم؟ لا شقتنا وقعت والرئيس هيثم جابنا هنا وقال خلوا بالكم من الواد ده وخلوه عنده. ادانا 200 جنيه وموبايل ادالهم يا ستي. يا وليه اسكتي اسكتي. اهم يا باشا اللي فاضلين منهم اهم. اهم يا باشا. المسدس ده بتاعك؟ لا 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 بتاع الرئيس هيثم. الرئيس هيثم ده بيكلمك؟ بيكلمني كل يوم عشان يطمن على الواد. طب كلمه قول له ان الواد تعبان. ربنا يخليك هيموتني. ما تكلمه قولهم يا ستي. يا وليه اسكتي اسكتي. كلمه. حاضر. ايوه يا رئيس هيثم. بتشكي حالا لما فتحتي التلاجه وطلعتي اللي فيها؟ انا عامله الرز بلبن ده لاشرف. هو انا هاكل لوحدي؟ ما اكيد هياكلوا معايا طبعا. تسلم يا جوز امي. فيك الخير. بس انا عامله كيلو لبن بس. لقمه هنيه تكفي 100، الهنا والشفا. رايح فين؟ اشمعنى انا؟ عاجبك كده؟ اديكي فتحتي علينا فتحه وانا مش عامله غير 4 سلاطين. كل يا حبيبي، حاسب السلطانيه بيني وبينك. لا كل انت يا غالي، كل انت بالهنا والشفا. روح يا امير، روح على السلطانيه لعمك يا حبيبي. ايه مالك؟ ولا حاجه. وفاء بتتصل ايه؟ الو صديق، ايه اللي حصل يا صديق؟
روحنا في داهيه، روحنا في داهيه، ده المستخبينا فين ده يا ربي؟ ده المستخبي فين؟ يلا خد مراتك وعيالك ويلا يلا يلا بسرعه. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، ده مات. ما ماتش، مغمى عليه. بس استنى هنا، امسك القرشين دول، شوف لك شغلانه تاكل منها عيش. ربنا يخليك يا باشا، ربنا يخليك، ربنا يسترك يا ولية. يلا يا ولية خلصي يلا. على فكرة هيلا هوب هيلا هيلا هوب هيلا. يلا يا حبيبتي على اوضتك، انت سهرت كتير النهارده. سيبيها معايا شويه، لسه ما شبعتش منها. لا ميعاد نومها جه. يلا يا حبيبتي ادخلي اوضتك. معلش يا حبيبتي، حكم الاوعى الضعيف، نسمع كلام مامي بقى. يلا على اوضتنا يا قمري. يلا باي باي. باي باي روحي. اوعى تفتكر يا اشرف ان انا هعيش معاك غصب عني. بس يا سيدي، روح اعملوا لنا محضر صلح، بس بعد المعاكم والواد حته الدين عكمه ما اقولكش. صل على النبي عليك يا سيوني، صل على النبي عليك. ما تلاقي يا اخي العزل ده كله يا ولدك. يا بقول لك يا سيوني، ما تاخدني معاك السلكه، ده انت قطوتي. ما ينفعش في الشغلانه دي يا روقه، ده دماغك عصافيري. بكره تكبر خدني معاك. يا جدع ما انت لسه خارج من مصيبه اهو. يا عم بنكلمك يا عم الحاج. يا حلاوه حلاوه حلاوه. لو واضح انا اللي دماغي عطلفيل يا خايب، لو واضح ان العيال غيروا خالص. تعال تعال يا حبيبي تعال، خش خدوه. خفش يا حبيبي خفش خفش. بص عم يا عم في ايه؟ يلا بسرعة يا عم في ايه يا عم؟ هتنكس يلا يا عم. يا باشا هات يلا اهو فين على حسن؟ هاتش يلا يلا يا باشا. بلاش خفش يا حبيبي تخافش خفش. الو اهلا للبيت. ماشي ماشي تعالى يا حبيبي وريني كده وشك. كويس كويس. كويس انك صحي يا انجي. انجي ايه هتاخدي الدواء؟ انت ازاي بتكلميني بالطريقه دي؟ فاكره نفسك مين؟ صاحبتي؟ انجي عارف كده؟ معلش يلا عشان تاخدي الدواء بتاعك يا مدام انجي. لا انا مش هاخد الدواء ده، مش عايز اخده. انت اللي تسبب الدواء ده، مش عايز اخده. يا حبيبتي ده الدواء اللي كاتبه الدكتور. قولي لي طيب قولي لي، وانا انا ما عنديش مشكله، بس انت قولي لي انت مين اللي بعتك؟ قولي لي طيب. محدش بعتني. مين نبيله؟ قليل حبيبتي محدش بعتني. قولي لي مين اللي بعتك؟ حبيبتي انت محدش بعتني. انت مين اللي بعتني؟ انت انت عارف ان انا ممكن اتهمك بالاشتراك في الخطف معاهم؟ عارف انك مش هتعمل كده الا ده ما حصلش. طب افهم انت كنت بتعمل ايه؟ زي اللي انت بتعمله بالظبط، بحاول اساعد ام تلاقي ابنها. ده مش شغلك يعني، تقدر تقول كده بكفر عن ذنوب. اللي اعرفه عنك غير كده. اللي تعرفه اهو، اللي تعرفه ده هي دي الذنوب اللي انا بكفر عنها. اللي بتعمله ده مش قانوني،
ساعات القانون ما بيرجعش للناس حقوقها، بس من غيره القوي هياكل الضعيف. ما هو دايما القوي بياكل الضعيف. على قد ما رافض اللي انت بتعمله، على قد ما انا محترم. اشكرك انك فاهم. خد بالك يا ريم، المره الجايه مش هقدر اسيبك. مش هيبقى في مره جايه. ليه؟ بطل؟ لا، بس هعمل حسابي ان احنا مش صحاب. بس انا قلت لك، مش قلت لك من شويه انا مش عيله؟ ليه بتعملي فيا كده؟ انا وانا عايزك تخنقني يا دكتور. هاتي لي امبول لورا الدين بسرعه. انا مش عيله على فكره، والله والله ما عملت فيها حاجه. هي السبب اللي زقتها. انا ما فيهاش حاجه. انا بجد اسمعيني، انا ما فيهاش حاجه والله. مش عيله، انا مش عيله، مش عيانه على فكره. طب خلاص سيبني، انا هبقى كويسه، هبقى كويسه. طب سيبيني خلاص خلاص. اه كمالية جوزتي بنفس الطريقه. يا سلام، انت عايز تفهمني ان اللي حصل ده كان غصب عنك وما كانش على هواك؟ لا يا استاذ اشرف، انت عجبتك الحكايه وعشت معاها. انت اللي زقتيني زقه بعصبيتك وصوتك العالي ومعاملتك الوحشه ليا. بعمل كل حاجه عشان ارضيك وبرضه ما بترضيش. عايز تطلعني غلطانه باي شكل؟ اشرف، انا عشت معاك عمري كله، بعمل كل اللي يرضيك، عايشة معاك بما يرضي الله. عمري في حياتي ما بصيت لحد غيرك. عايز ايه اكتر من كده؟ المعاملة الحلوة. تعاميني كراجل، كإنسان. على فكرة أنا ببقى قادر عليك قوي، بس بسكت عشان بحبك. طول الوقت ضغط عليا ولازم تحسسيني إن أنا غلطان. أيوة يا أشرف، عشان أنت على طول غلطان. فاكر لما خدت المكافأة وضيعتها على السفرية التافهة بتاعت شرم الشيخ؟ يا ستي عايزة بصيتك أنت وبنتي. وأنا ما اتبسطتش يا أشرف. كنا خلينا الفلوس نفعتنا، غيرنا بيها عفش شقتنا وعملنا بيها اي حاجه. معلش يا حبيبتي، معلش. ان شاء الله الفلوس هتيجي تاني وهنعمل كل نفسنا فيها. لا يا اشرف، انا مش عايش معاك حتى لو كانت السكينة على رقبتي. وفاء، انت عايزاني اطلقها؟ لا، انا ماليش دعوه بطلقها ولا ما تطلقهاش، بعيد عني. انت خايفه منها صح؟ اه طبعا، دي وليه مجنونه. ما تخافيش، انا هتصرف يا وفاء، بس عايز اطلب منك طلب واحد بعد اذنك. ما تعليش صوتك، صوتك واطي عشان خاطري. الحمد لله. ما تاكل يا راب، الاكل زي ما هو. بطني اتملت على الاخر، مش قادر، مش بعت على كده. وعجبك الاكل؟ هو في احلى ولا اطعم من كده؟ عشان حلي بقى ما عملتش حلو. مش قصدي، انا اقصد يعني تيجي تقعدي جنبي. اه وماله حبيبي؟ لحظه واحده. ايه بس انا عملت ايه؟ ايه انت بقى قلت واحده اي كلام وتقضيها لغواصه صح؟ ولا قلت اي حاجه، انا كل اللي اقصد انك تيجي تقعدي جنبي نقول كلمتين حلوين بس. بقولك ايه، انت ناوي على ايه؟ ولا اي حاجه يا دافع عمياد، يعني ناوي على جواز ولا هتقضيها فرصة سعيدة وشكرا؟ وهو المعلم شعبان هيرضى يناسبني انا؟ دي بقى سيبها عليا، هظبطها مع المعلم. يعني صحيحة هنتجوز؟ قوم انت بس اغسل ايدك على ما اعمل لك الشاي ونقعد مع بعض نرصها كده ونشوف هنعمل ايه. وانت موجي قرب الجدي يا خلوف يعني. حلوه 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 يا جو. ايه ده ايه ده ايه ده معلم شعبان؟ اطلال على النبي عليك، سبحان الله العاطل الوهاب، سيد المعلمين. سلوك ازيك يا نجم؟
ازيك يا نواف؟ ايه ده المعلم شعبان بنفسه؟ الحمد لله على السلامة. اخفنوه يا كبير، بوسة يا كبير. خير، مش وقته. ده صاحبي يا عم. مؤاخذة يا رجالة، معلم شعبان مؤاخذة، كنت عايزك في كلمتين. يا ميشا شعبان فين؟ هو فين؟ خد يا ولد يا ابن الليل على الحرب دي محل. اسمع بس يا زبلة، الا يا مجرمين يا مجرمين. فين دكتور سامي بتاع التخدير؟ كلمته مرتين لسه ما جاش، اصل في التجمع الخامس. كلميه تاني. موبايله مقفول، انت هسيبها كده؟ خلاص خلاص، نبتدي من غير تخطير. الله كليب. فكري فيه، هو اللي تعالي معايا الشقه تقولي لي نارس، انا عندي حاجات واعملها. هيتجوزني؟ موتك انا ولا ايه؟ هيتجوزني يا شعبان؟ هيتجوزني؟ Thank you.
حسيبة. عايزة ايه يا كمالي؟ مش ناقصاك على الصبح؟ عارفة يا حبيبتي قلبي عندك. مش هجراله حاجة؟ صهيوني ورؤى دهال ومالو يا حبة عيني. لا الأسعاف جت شالت بس لسه في الروح. جاتك ايه يا حسين؟ البنت اللي بتكلم معاها قفلت الشباك في وشي. اهدي من بيتك. بنت باين لك ايه؟ جننتي ولا اتنيلتي ولا اتحببتي على دماغي؟ تكنيله ايه؟ كبستك ولا ايه؟ قلت لك تطلعي نفسك من القصه دي هتتعصي فيها، دول قلبتهم على ظهر ايدهم. طيب يا ناصحه انا مروحه، قلبي عندك يا ام فتحي، ربنا يردهولك. تسلمي يا غالي تسلمي. ربنا يهديك يما. ابني راح خلاص يا ليلى، الواد اللي كنت هتعجز عليه خلاص راح. ما تقوليش كده يا ام فتحي، ربنا يردهولك سليم. مين يا اختي اللي هيدور على ابني بتاعت الجرجير؟ نام يا رب يا رب. ربنا يسترك يا سيف بيه، يقعدهولك في صحتك وفي عافيتك يا رب. ده مش حاجة. ده ليه؟ أنا موصلك بس. حسينة! أنت يا صارمة! صباح الخير يا باشمهندس. عامله ايه؟ شعبان عمل لك حاجه؟ انا كويسه قوي يا مش. المهم انت تبقى كويس. انا زعلان قوي، اموت وما شفتش الفرح. بعد الشر عليك، ما تقولش كده، بكره هتخف نتجوز. هتتجوزني يا ولد؟ هنعمل فرح احلى فرح. البس بدله؟ هجيب لك احلى بدله يا مش. بحبك قوي يا حسين. وانا كمان بحبك يا مش. مع السلامة يا حبيبي.